اخلاق رجاله يا سعد. بلف عليها وقلت انت عارف اللي بتقوله ده دلوقتي مصيبه. مش هتعرفي هتتوقعي ولا تعملي حاجه خالص. مش عارفه. خلينا اسمعها. اهمل محمد قال لي لو انت امها مش هتمشي وهي بتحب امها فايه نلعب على الحته دي. اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش طبعا. يا جماعه سعد الصغير بينسى. لا والله ولا حاجه حصلت من دي خالص. تحس نص النص. تعرف تحس؟ اه طبعا بحس. احمد وسيبني اشوف شغلي. مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقه سعد الصغير واللي جاي غير اللي راح. والله العظيم تجاه عليا مش عارف ليه يعني. بس انا بصراحه مش يعني بص بقى اقول لك الفيديو اللي جاي ده هو ده اللي مخليني مخنوقه منك صراحه. اللي جاي بقول لفايبك شرب خونه لانه قمه الظلم. قمه الظلم. قمه الظلم. فيديو ايه؟ اتفضل حضرتك اتفضل ورينا. وانا ما بحبش واحد يجي على واحده ابدا ابدا فانا هاخد لها حقها منك النهارده. طيب مش وريني من ديت. من ديت؟ اه وريني. هم كتير. اه بس كنت تقولي وريني حضرتك. اه مزواج. لا انت جاي عليا والله العظيم جاي عليا مش عارف ايه كرهاني كده مش عارف في حاجه كده غريبه مش عارف. ما انا قلت لك اه انا كره افعالك. ما انت افعالي انت ما اسمعي. انت اتجوزت كام رقصه؟ اسمعيني يا ست. كام رقصه؟ 18. ما اتجوزتش رقصات انا. اتجوزتش رقصات؟ انا ما اتجوزتش رقصات ودي المفاجاه اللي اقولها لك حضرتك بالورقه وبالقلم. ايه رايك بقى حضرتك؟ امال شمس دي كانت ايه؟ مالها دي حضرتك؟ مش رقصه؟ اه رقصه. انا اتجوزتها؟ انت اللي قلت. قلت فين؟ اجيب لك فيديو بتقول فيه. يلا هقول لك كل حاجه دلوقتي وريني حضرتك. هقول لك كل مفاجآت النهارده. شوف هتكرهيني ولا لا بس عض ربنا تتكلمي الصح بس. حضروا الفيديو ده يا جماعه. هو ما كانش اتكلم عض ربنا بس. بعد الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي تنزلوا لي الفيديو اللي بيقول فيه انا اتجوزتها. ايوه حصل. طيب بص كله النهارده موثق. يا معاك حضرتك معاك معاك مع انا اسف. اتفضل بالورقه والقلم. يلا نزلوه ده انت حظك حلو ماشيه معانا. يلا يا باشا يلا عشان مرزق. شمس كانت في الحلال؟ في الحلال. كانت في الحلال؟ اه. انت اول مره تعترف ان هي مراتك؟ اه طبعا. ايه ده بقى؟ ده واحده بتعيط. هو في حلال غير الجوازه؟ انا ما نعرفوش. انا بقول لك اهو عرفنا. يمكن انا بقول لك واحده بتعيط واخواتي هيضربوني وبتاع والحكايه والراي يطلع يقول كده واحد طلعت عادي. لكن لا في ورقه ولا في جواز ولا في اي حاجه. ولو في ورقه اعتبر انك في ورقه وانا قطعتها. مش في شهود مش في محامي. هما فين؟ شمس انا بقول لك اهو. انا بقول لحضرتك اهو. ممكن اتكلم؟ اتفضلي. ممكن اتكلم؟ اتفضلي اتفضلي. اللي انت قلته ده اه اكتر من الورقه اللي بتتكتب. لا لا ده اعتراف ضمني قدام العالم انك انت متجوزها. او انت بس عشان في الحلال. هو في لعبه في الحاجات دي؟ اه في اه في في حاجه في كتير قوي. اه في كتير قوي قوي. ده عندك انت بس. ما انا عندي انا بس. انا بقولها ما انا عندي. هو انت حضرتك انا مش عايز اتكلم بس انا اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم لو في اي مفترجه وانا بعز حضرتك كدكتور ده انا كنت قمت مشيت لان انت مش حقانيه وعماله تجيبيني كده وجاي عليا وحاجات كده غريبه. انت بتساليني دلوقتي متجوز مش متجوز؟ ايه اللي انت متجوز؟ تعالى هنا اتفضلي حضرتك. مش حقانيه ايه؟ مش وانا اللي قلت ولا انت اللي قلت؟ انا طالع اقول مثلا وانا بتبلى عليك. طالع اقول ان انا كنت مجنون وانا بتبلى عليك. طالع اقول مجنونه يوم السبت كنت مجنون. اي كلام في اي كلام. ايه اللي يثبت؟ معاكي ورقه؟ انت مش راجل وبالغ وعاقل ومسؤول وعن كلامك اللي انت بتقوله. لا لا ده وانا قلت هطلع اقول كده عادي بس ماليش دعوه. انت اعترفت رسمي اتاخدت عليك ان انت متجوزها. وتمام انا ما ينفعش اتجوز رقاصه وانا بقول لحضرتك ما ينفعش اتجوز رقاصه. هي تطلع بقى تثبت بقى معاكي ورقه؟ لا. طب هتقول لي بس الورقه اتقطعت؟ طب اتقطعت. مش كان في شهود؟ يعني ما كانش في الحلال كان في الحرام؟ لا ما كانش في الحلال ولا كانش في لا حلال ولا حرام. واحد لسه طالع من زي ما بيقولوا كده يعني بالبلد. يعني انا اصدقك دلوقتي؟ طب صدقيني خلاص اثبتي اثبتي انا كنت متجوز. لا انا بسالك اه ولما بوست رجليا قدام الناس ده كان ايه؟ فين؟ لما بص ده 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 دول ده دول ده دول على ايه؟ ان استغفر الله العظيم يا رب انت واقف في يعني مع ناس ما يعرفوش ربنا. لما واحده تصورك او تشرب بص رجليها ولا ده كان حد تاني؟ يعني انت تصورت حد ضربك على ايدك؟ اه مش انا بقول لك انت مزوخي؟ اه ايه ما انا عايز اعرف ايه المزوخي ده يعني؟ مزوخي ده عشان بيحب يتذل. ايه مزوخي؟ بيحب يتصرف على انه مذلول. ده دليل انت بتنزلي كده بتنزلي نزلته ليه ده؟ والنبي تقولي طيب؟ يا ستي اقول كلامي عدل ربنا مش انا عندي يعني الفيديو بتاعه وانت بتبوس رجلها اه ينفع ينزل؟ طب وهو الفيديو كان بتاع برلانتي اللي ينفع ينزل؟ انا بقى انا فيديو ده لا
ده انا بحلف لحد بالمصحف ان انا ما عملتش كده، لكن ده انت مصممه ان تنزليه لمصر الكره تقول انت بتعيط لها، بتعيط لبرلانتي، بعيط عيط اشمعنى سامح لده وحاجر على ده؟ حاجر ده، انت بتبص رجليك على الارض، ايه ده؟ استغفر الله العظيم، ده قمه الذل دوت، عيب ان انت تعملي كده. يعني انت عارف انك كنت مذلول؟ ما بعرفش حد طبيعي يعمل كده ابدا، فحرام يعني بجد. ده لو انا عملت كده انت قولي لي لا يا عم عيب وبتاع وكده، انت بنت ناس، لكن انت مش بنت ناس. لا عيب اللي انت بتقوله عليها ده. انا بقول لك كده عيب ايه؟ ومش عيب ان هي تتنزل فيديو زي كده لما انت بتاخد؟ عيب ولا مش عيب؟ اشمعنى ده عيب وده مش ده عيب؟ طب تعالى بقى قول لي ده عيب ولا مش عيب. نزلوا له الفيديو اللي بعده. اللي بعده يلا يلا يلا. كانت الساعه تقريبا 2 بالليل لما رحت عند الدكتور، فالدكتور قال له اطلعوا بره. قال له لا ما حدش هيطلع بره، انت هتكشف عليها وهم موجودين. قال له لا انا مش هقدر اكشف عليها، فهو خلى البلطجيه واقفين وانا بكشف يعني. فالدكتور اتخانق معه وقال له انا مش هكشف عليها غير لما كلهم يطلعوا بره. فالدكتور لما كشف عليا فقال له انت كدبت عليا، البنت دي يعني البنت كبيره في الشهر السابع، انت قلت لي في الشهر الرابع واول الخامس يعني في نهايه الرابع، وانت كدبت عليا انا مش هقدر اعمل لها العمليه. طيب بص بس انا هكمل لك الحته اللي وجعتني. الحته اللي وجعتني اللي هي بتقول فيها، عشان انا شفت الفيديو. اتفضلي حضرتك. اوكي، كل اللي يهمني في الفيديو ده كله انك نزلت إن يعني طفله بريئه. ايش عرفك؟ ما تردش، عرفك انت، ايش عرفك حضرتك؟ انا ممكن دلوقتي اطلع اقول مساء الخير يا جماعه مثلا، لعيب الكوره مش عارف مين حرامي، ايش عرفك؟ طيب ثانيه، لا ردي على ايش عرف حضرتك. طب ماشي انا مش عارفه، بس وضح لي. وضح لك حضرتك. طب بس هسالك سؤال الاول. اتفضلي حضرتك. كانت حامل ولا مش حامل؟ برضه ايش عرفك؟ طب ما انا بسالك. انا بسالك بس مين؟ انا اتكلم، انا مش بدي معلومه. لا انت اصلك بتقولي انا مخنوق منك، كنت سمعت انت حكمت عليا وانت اصلا ما تعرفيش يعني، ما سمعتنيش. طب ما انا بسالك. طب اساليني بقى حضرتك. انت هي قالت ايه دلوقتي؟ انا رحت للدكتور وحطيت له ايه؟ الطبنجه في نافوخه. يا جماعه اللي تسمعينا مشاهدين، فين الدكتور؟ فين الدكتور حضرتك؟ الدكتور لا يمكن يقول لانه عمل جريمه. عمل ايه؟ لا يمكن يطلع يقول. برافو. فين مكان الدكتور؟ فين المكان العياده؟ ما في شارع احمد عرابي. فين في احمد عرابي؟ انا في احمد عرابي. ايه ده؟ ده كل ده تمثيل عشان مليون ونص بس. لا فيها بيت. يعني ايه مليون ونص؟ انا تسمعها بقى مني حضرتك. اتفضل. شمسي دي حضرتك مش مراتي. بقول لك ايه؟ اتفضلي. اهدى. طب ما انا هادي حضرتك، بس انت جاي عليا. اه لا حضرتك، انا ما غلطتش في حضرتك وما اتكلمتش وما زعقتش، انا بقول لحضرتك عشان انت ظلمان. حاضر يا فندم. حاضر حضرتك. اشرب بق. حاضر حضرتك. اهو حضرتك ميه. اصل اللي مجنون ومستمع عاقل يعني، انا خطفت واحده ورحت حاطط طمانجه في الدكتور وقلت له تواليت. الدكتور فين؟ مكان الدكتور فين؟ كل ده كلام فقط. طب احكي الحقيقه. هتسمعيني؟ سمعي؟ يعني هتسمع. ما انت هسمعك. طب اقول لك على حاجه. بحق هي شمس دي حضرتك ولا انت بحق اللي انت هتقوله؟ لو لقيت فيه مصداقيه هقول لك انا صدقت. ماشي خلاص، وريني اللي عندك. الموضوع كله كل ده كده، ولا في خطف ولا في ولا في. الموضوع كله بنت صغيره كانت شمسي متبنيها في دار وبتاخدها خميس وجمعه. طب يعني ست كويسه شمسي؟ انا اللي وديتها. انا اللي وديتها، مش هي اللي كويسه. عايزه تاخد ثواب يعني. ايوه، لان كل جمعه بروح دار ايتام وناس عارفه فضل ربنا، فخدتها تاخد ثواب. راحت خدت بنت خميس وجمعه ما جابتهاش، وراحت واخده البنت هوب وراحت مسافره. قعدت 5 سنين الدار. طبعا الدار طبعا ايه ده؟ فين البنت؟ في تفتيش طبعا، فتشوا، راحوا مرافعين قضيه على شمس وجابوا لها 10 سنين حبس. يعني شمس دلوقتي وهي بره مصر 10 سنين مالها هربانه ليه؟ 10 سنين حبس. عايزه ترجع. معاك حاجه تثبت البنت دي ان في بنت وفي قصه دي حقيقيه؟ بص حضرتك، عايزه حاجه تثبت على البنت. احنا عشان بس احنا برنامج البنت. حضرتك بس اهو، اهي حضرتك. البنت اهي، محدش هيشوفها غيري. بس اهي بنت، وهتاكد. لا ما دي انا جاي له الدكتوره انها بس. طلعت معاها. امال ايه؟ طبعا اهو حضرتك طلعت معاها. اهي حضرتك اهو طلعت معاها حضرتك اهي، وما توريهاش لحد برضه حضرتك. البلد اللي راحتها البلد هي فندم اهي، واي ورقه تتزرى فندم انا على مسؤوليتي، يبقى انا اللي مزورها لو مش حقيقيه. طب ممكن تسيب لي الورق ده؟ اتفضلي حضرتك. كل ده حضرتك في ورقه بس حضرتك، اللي ده خليها معايا بس حضرتك. كل ده حضرتك اتفضلي. احتفظ بيه طبعا. لا خليني عشان يبقى موثق. هسال اذا كان انت كلامك حقيقي ولا لا. لو غلط حضرتك لازم تحبسيني انت حضرتك طبعا. معرفة. قولي لي الراجل ده بنزور. هي المشكله كلها في البنت دي. خلاص، وانا عهد مني هطلع اعمل لك فيديو هقول لك الكلام ده حقيقه وغير حقيقه. حضرتك ما واخد 10 سنين خلق اعداد يا اساس اعداد باذنكم، طلعوا الحكم بتاع شمس بعد اذنكم، بعد اذن عليكم يعني. لو سمع مش ده حقي بعد اذن حضرتك. واخد بعد اذن حضرتك مش اعداد حضرتك. استاذ شريف يا استاذ شريف بعد اذن عليك التحرير
ممكن تطلع الشمس واخد 10 سنين حبس حضرتك بعد اذن طلع للناس عشان اثبت كلامي صح ولا لا حضرتك ماشي لا انت مش اصل انت حضرتك جاي عليا انت حضرتك جاي عليا انا دلوقتي ناقشتك في حاجه من اللي بتقولها انا مع الحق طب بعد اذن عليك تطلع بس 10 سنين بعد اذن طيب عشان اثبت كلامي ماشي ماشي ادي كل الموضوع وده انا هاخده وانا بقول هفحصه ماشي وانا موافق ولو في ورقه متزوره كلميني فهي الموضوع كله بقى عايزه 1000 مليون ونص لا مش هكلمك نتفق اتفاق ما انا موافق الورق ده رسمي رسمي اذا لقيته مش حقيقي هعمل فيك بلاغ يبقى انا مزور انا اللي مزور لا بعد اذنك فيك بلاغ لا فين في الكاميرا حضرتك فين الكاميرا فين الكاميرا حضرتك فين كاميرته فين كاميرتي فين يا استاذ بعد اذنك السلام عليكم انا في ورق ثلاث ورق بس حضرتك بعد اذنك اتفضل في ورق يا جماعه ادي ورقه ادي واحد ما بينش الورق كويس لا لا اربع هم ثلاث ورقات اربع ورقات هم اديهم لدكتوره بسمه الورق ده لو في اي حاجه مزوره يبقى انا اللي زورته ولو مش رسمي يبقى انا برضو اللي زورته وبقول للدكتوره ترفع قضيه لان انا كده ابقى ظلمت لا هبلغ عنك فضل انا ارفع قضيه ليه اتفضل عليك متفقين متفقين وانا مع حضرتك بلغ ولو كنت صادق انا هطلع برضو هقول للناس ان سعد الصغير طلع صادق صادق بقى حقك عليا حقي بقى طلع ده حقك عليا انا طلعي بقى حضرتك لو طلعت الحكم هتعرفي ان الكلام ده مظبوط لا ماليش دعوه 10 سنين حبس ماليش دعوه ماشي طب طلع الحكم انت ملفق لها قضيه ما مكتوب تعالي الكلام حضرتك بتقول مش 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 بالعقل يعني ده اللي هيبين طب ماشي اصل انت انت ملفق لها قضيه قضيه انا ملفق لها ما مكتوب يا جماعه انا هقدم الورق هشوف الورق ده وهفحصه انا بكلمت خلاص ورق ده بقول لك واخد 10 سنين 10 سنين كذا كذا خطفه من الانذار كذا 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 10 سنين هاتي الحكم حضرتك يا هو حضرتك عادات ممكن مش يطلع حضرتك يا استاذ شريف او النبي مش هيمشي من الحلقه دي حضرتك بعد اذن عليك لو سمحت استاذ شريف يا استاذ شريف بعد اذنك لربنا لربنا بس بتحاولوا تطلعوا الحكم لا ده هيعمل كده بس حضرتك حكم شمس إيه؟ ما انا ممكن ازعق يا فندم ازعق عشان اسف انزل أنا بقى واهدى انا اسف يا فندم مش مش حضرتك اتفضلي انا اسف انا مش هكمل غير لما تهدى حاضر يا فندم انا اسف حضرتك انا اسف ان زعلت حضرتك اصل عم تلاقي حد مصدوم وانت حتى جاي حضرتك جاي عليا انا مش اديتك حق الرد ماشي يا فندم لسه بقى حضرتك ما كملتش انا هاجمتك كذبتك انا قلت لك انا هودي الورق ده هشوفه وهفحصه وهنجيب بقى 10 سنين وهنجيب الحكم اللي بتقول كده بقى حضرتك كانت معايا قبل راس السنه بيوم بتثبتني عشان عايزه مليون ونص ما رضيتش اجيب المليون ونص عملت البرومانجا دي طب البرومانجا دي هي اول مره تعملها عملتها من 5 سنين نفس الفيديو ده من 5 سنين خلوا الاستاذ شريف برضه يجي نفس الفيديو وانت بعت لها فلوس ورحت سهرت معاها في راس السنه وما هو كلامك ايوه حضرتك اذا انا بقى اخطف واحده وقطعت والمسدس وشعرضت عليها ان انت تكفل اسم البنت باسمك حصل لله البنت لحضرتك طب ما ده يبقى تزوير ما ينفعش اسمعي طب لا 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 ازاي حضرتك معلش ما خد حضرتك قبل ما تزوير بالعقل يعني انا سعد لقيتوا الخبر نزلوه اتفضل يا حضرتك اليوم السابع حضرتك مش اي جريده يعني قضت القاهره قاضي بالسجن المشدد 10 سنوات للراقصه شمس باتهام خطف الطفله ها يعني انت عايز تقول لي ان شمس هربانه من 2015 امال ايه يا فندم وكل شويه تعمل لي البروباجندا دي ادفع استسكت من 5 سنين عملت نفس البروباجندا دي ودفعت وسكت عشان مش عايز مشاكل وقرق عملت انت لا بس دفعت كام بقى كانت المره فاتت 150 الف جنيه كانت 150 الف جنيه ساعه مسكت المره فاتت كل مره بعت 500 دولار 600 دولار حاجات بسيطه كده وبتاع قلت لها طب انا قلت لنفسي ايه بقى طب بقول لك طب مش انت عايز تحل مشكله البنت دي تعالى انا احلها لك يلا يا بنتي تعالي انزلي عشان نعمل 1 2 3 لا مش هنزل اديني انت الفلوس ومالكش دعوه لا 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 يبقى الموضوع موضوع فلوس بقى هتقولي بقى اصل انا مسكت الدكتور وقلت له اقف عندك كلام مش معقول هتقول بس على مهم ده حكم قضائي وما نقدرش نقول عليه اي حاجه شفت حضرتك بخطف ايه والورق اللي معايا هتاكد منه طب قريت حضرتك بخطف الايه اه ما بكذبش على حضرتك بس ادي كل الموضوع فلوس بس يبقى انا ظلمتها طيب حضرتك. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع تاني خد نفس عميق خدت نفس حضرتك اهو قعدت اشرب كده بق ميه كده قلت اهو اه ابلع ابلع ريقك عشان اللي جاي ماشي معاك بص على الخبر اللي جاي ماشي حسبي الله ونعم الوكيل سعد الصغير يهاجم بوسي بعد وفاه والدها بيقولوا ان انت كنت بتهاجم بوسي عشان ترضي ناس تانيين بينها وبينهم مشاكل ايه قصه بوسي معاك ليه دايما بتهاجمها مين بقى الناس التانيين؟ ناس مهمين ماشي حضرتك جامدين ايوه
وقول لي انت عايز حاجه. انا اللي قلت لها ترمي ابوها عشان ارضي الناس التانيين؟ انا اللي قلت لها انت عارف حضرتك تعملي كده يا سعد؟ طب قول لي حاجه دي. انت عارف انا بتكلم على مين؟ طب انا مين الشخص اللي بتكلم عليه؟ هتنيني معاكي انا اصدقك انا عملت كده عشان شخص ايه تاني؟ اقسم بالله يا بوسي اطلعي احلفي بالمصحف بالمصحف ان قبل ما اعمل الشقه اتصلت بيكي وبميمي مدير اعمالك قلت لك انا هعمل مع ابوكي 1 2 3 4 5 6 وهنقول انت اللي جبت الشقه وانت اللي عملت كله ونصالحك على ابوكي. ايه رايك حضرتك؟ وبعدين رفضت. يبقى انا كده بتكلم لحد تاني؟ ده قبل اي حاجه. طيب عموما بالله عليك إيه سعد انت بتقول ان انا يعني معاك قويه وظلماك هتعرف الفرق بيني وبين اللي هتشوفه دلوقتي. لا بس ما تكونيش مسلطه على حاجه ولا تقولي له حاجه انا حرام. والله ما بعرف هو هيقول ايه. ماشي خلاص ماشي وانا موافق. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع مع شيخ العرافين بس اتحمل بقى. ماشي ماشي.